حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حج عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا وعلى موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. تم اعاده فتح ساحه التظاهر في التحرير في بغداد امام حركه سير العجلات والمواطنين، وتم فض التظاهرات اللي كانوا باقين في ساحه التحرير، واكو قوات امنيه الان منتشره في ساحه التظاهر بين قوات امنيه وبين مكافحه الشغب، والحركه صارت مفتوحه في هذه الساحه. وحتى نتكلم اكثر عن هذا الموضوع وياي بالاستوديو الخبير الاستراتيجي الاستاذ علي فضل الله. حياك الله استاذ. حياكم الله دكتور، اهلا وسهلا. الله يخليك. والناشط المدني علي قزير، حياك الله. على حياك الله دكتور، الله يخليك. استاذ علي، شلون شفت هذه خطوه اعاده فتح ساحه التحرير؟ يعني قد يكون الاعتراض حقيقه على الاسلوب، احتضار استخدام القوه وارغام المتظاهرين على فك المنطقة، أنا أعتقد كان غير موفق بحكومة السيد الكاظمي، لكن بالمجمل كان من المفترض فعلا أن تعود الحياة باعتبار أن هذه المنطقة منطقة تجارية مهمة جدا. صح. ومن المفترض أن تحترم من قبل المتظاهرين. أكدنا مرارا وتكرارا منذ 11 عام 2019 أنه يجب أن يكون لدينا مكان محدد لا يؤثر، حتى كل قوانين العالم تقول التظاهر يجب أن يكون مقيد بالمكان والقانون وحتى بالزمان، من المفترض أن لا يستمر. وهذا الموضوع قد يكون موضوع الاستمرارية مرهون بإرادة الطبقة السياسية، لأن المتظاهر لديه مطالب متى ما حققت أنا أعتقد سوف يغادر ساحة التظاهر، لكن لم نرى إدارة للتظاهر، لم نرى مطالب واضحة ومحددة، وبالتالي الحالة الهلامية أنا برأيي استغلت وتم التجاوز عن المتظاهرين، وبالتالي حالة فضل ساحات التظاهر بالأخير هي حالة ضرورية باعتبار أنه عموم العراق محتاج هذه المنطقة. صح. المنطقة التجارية. زين، شلون شفت فضل التظاهر؟ مو كان الافضل انه السيد الكاظمي هو يزور متظاهرين قبل فضل التظاهرات؟ طبعا هو كان المفروض المفروض هذا الشيء اللي يصير، انه رئيس الوزراء يتوجه للتظاهرات يدعم التظاهرات، لكن احنا شفنا انه اغلب الشباب المتظاهرين اللي هم سلميين يعني تعرضوا للخطر، يعني دخلت وياهم مجاميع ما نعرف يعني مدعومه من جهات. المفروض يزور الساحه، يعني قبل يوم نزلوا بيان انه حيزور الساحه. المفروض هذا الشيء، لان هو تعرفون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجى عبر يعني عبر تظاهراتنا وعبر التضحيات اللي صارت. نفذ مطالبكم مصطفى الكاظمي؟ يعني اليوم حقق طلباتكم وبحيث الشارع صار راضي على مصطفى الكاظمي؟ يعني لحد الان اليوم ما طلبات لحد الان ما اغلبها ما منفذها الكاظمي، مجرد انه بس حدد موعد انتخابات، يعني ما عنده اي انجاز ملموس، او يعني هو الطلب الأساسي أنه معاقبة قتلة المتظاهرين، لحد الآن ماكو هذا الشيء. المطالب الأخرى اللي تهم المواطن وتهم الشارع العراقي المنتفض ما شفنا أي شيء، مجرد بس يعني تصريحات إعلامية عبارة عن خيال، يعني يتعامل ويا الجمهور ويا الشارع العراقي بس بالخيال. انت تشوف تصريح بس ما تشوف خسر استاذ علي، خسر الشباب اللي كانوا ساندي بالبدايه، شباب المتظاهرين كانوا ساندين مصطفى الكاظمي، خسرهم هاي الفتره قطعا. يعني بالاخير يعني باسلوبي انا اعتقد الخساره كانت الاسلوب الاول هو طريقه فضل تظاهر، انا اعتقد لم تكن سلميه. صح. والجانب الثاني هو الوعود التي أطلقت من قبل حكومة السيد الكاظمي، يعني ابتداء موضوع ملاحقة قتلة المتظاهرين. صح. هذا الملف الغامض الذي استغل حقيقة من قبل الخارج لتشويش الوضع الداخلي والتأثير على الأمن الوطني، باعتبار أن هناك جهات متهمة والجهات المتهمة تبرئ نفسها. كان المفترض أن يكون الفيصل هو الحكومة العراقية ومجلس القضاء يحسم هذا الملف. تحجيم الفساد المالي والإداري لم يكن، ودليل أن هناك شخصيات كثيرة الآن في حكومة السيد الكاظمي. الوعود التي كانت تطلق من قبل أحمد ملا طلال عندما كان يدير برنامج بالحرف الواحد، موضوع التعيينات والبطالة، لاحظنا أن هنالك انقلاب كامل عندما يصرح أحمد ملا طلال الخزينة العراقية والموازنة العراقية لا تتحمل التعيينات، والموظفين في العراق يعادلون موظفي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموضوع أين كان قبل حكومة السيد؟ لذلك يعني كانت الأمور تستغل من قبل ثلة بسيطة ومجموعة قليلة استطاعت أن تقفز على ظهور المتظاهرين وأن تحول هذه التظاهرات إلى مكاسب شخصية، وبالتالي تم تناسي والتغاضي عن كل حقوق المتظاهرين. يعني عرف شلون يختار أدواته السيد الكاظمي؟ قطعا احنا دائما نقول في التظاهر يجب ان ندرك شيء مهم، يجب ان تبرز اداره، بروز الاداره حتى لا ياتي اللاعب من الخلف، وانا اعتقد يعني هذا اللي صار، ياتي اللاعب من الخلف ويزيح كل المتظاهرين ويتقدم
هذه التظاهرات وبالتالي يطالب بمطالب شخصية. نعم المجموعة الكبيرة التي كانت تدير السوشيال ميديا والتي تعرف نفسها ممثلية للمتظاهرين الآن كلهم في مناصب حكومية مهمة، وبالتالي هذه سرقة أنا برأيي لساحات التظاهر. زين المظاهرات انتهت هسه يعني بالنسبة للشباب خلاص بعد ما في مظاهرات راح تتجهون نحو الانتخابات والتهيئة لاختيار كتل تمثلكم؟ من الوقت الحالي والظروف الحالية اللي يمر بها البلد هو هذا هذا الاتجاه راح نتجه به الشباب انه نحو التحشيد والتحفيز من اجل الانتخابات، من اجل انه تصعد شخصيات تمثل التظاهر، لان احنا اليوم بحكومة الكاظمي انظلم الشعب العراقي وانظلم الشباب الثار. لحد الان الشباب اللي استشهدوا يعني عوائلهم باقيه من لهم، وين الوعود؟ يعني ماكو نيه تسرقوا قياده لكم يعني كمتظاهرين واحد يمثلكم كبير المتظاهرين؟ طبعا هو هذا الشيء مطلوب، بس انت تعرف يعني ظروف البلد الامنيه والباقي يعني اكو احزاب انه اي شاب ما يقدر يتصدر هذا الموضوع، موضوع ضخم، موضوع كبير، موضوع يعرض نفس الشاب اللي يتصدى للخطر، لان احنا هي سر نجاح هذه الثوره اللي اختلفت عن كل الثورات وما بها قياده، لانه لو وجدت قياده ممكن تنقتل. بس هي مرحله كانت يعني هي مرحله ما بها قياده، بس المرحله الثانيه المفروض كان بها قياده. المرحله الجايه راح تكون اكثر من اصحاب الخبره. استاذ علي فضل الله يعني انت قريب دائما ومتواصل ويا الشباب، شو تنصح الشباب بهذه الفتره شو يسوي؟ يعني بدءا انا اعتقد اتذكر قول امير المؤمنين سلام الله عليه عليكم نظم امركم. هذا نظم الامر ضروري جدا، واتذكر عباره للمفكر المكسيكي ريكو دوزيل عند فلسفه التحرير يذكر عباره مهمه جدا حقيقه في هذا الكتاب، يقول من لا يخاف الموت يتحول ان يكون مخيفا. انا حقيقه اعترض يعني على كلام الضيف انه الشباب يتوجس من الاحزاب، يتخوف من تدخل الاحزاب، ما احنا قبل سنه همين كانت الأحزاب موجودة وصارت عاصفة مليونية، لكن هذه العاصفة المليونية ذابت حقيقة بسبب أخطاء كبيرة وجسيمة من خلال اختراق جسد التظاهر. لذلك إذا استطعنا أن ننظم التظاهرات حقيقة سوف نتحول إلى ظاهرة إيجابية، وأنا أعتبر العراق يا أخوان ثقوا تحول إلى نظام سياسي ديمقراطي واقع حال، شاء من شاء وأبى من أبى، سواء سياسي الداخل إذا كانوا محترضين أو الخارج، باعتبار العراق الآن نموذج رغم كل الشوائب. لكن يا أخوان عرفوا شيء، العراق المريض الذي ذاهب إلى الشفاء، وكل الأنظمة التي تجاور العراق الآن هي متشافية ذاهبة إلى المرض، باعتبار العراق عبر مرحلة كبيرة جدا في موضوع الإدارة المجتمعية. لذلك التنظيم ضروري جدا، وأتمنى حقيقة أن لا نتحول إلى لغة العنف. وما حصل في شارع المتنبي للأسف قبل أيام وياي ويا السيد عبد الكريم، أنا أعتقد هذا المفهوم الخاطئ للتظاهر، أن يتحول التظاهر حق مطلق غير مقيد بقانون، غير مقيد بآداب عامة وأعراف. بالمناسبة المادة 38 في الدستور العراقي تنص على أن يتم احترام النظام العام والآداب العامة، يعني حق التظاهر موجود، لكن أن يتم الحقيقة ما حصل هو حالة من العنف الشديد بعيدة كل البعد عن السلمية. والأهم من كل هذا يا أخوان هو متحدث ناقل الكفر ليس بكافر، ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا رئيس جهاز المخابرات، كان الأولى الاعتراض على السيد الكاظمي عندما تحول من منصب أدنى إلى منصب أعلى، كان يدير دفة جهاز المخابرات وهو الجهاز المهم المطلع على كل أسرار الثغرات في التظاهر. يعني موضوع ضايقك إنه هو صديق لو لأنه هو يعني ما له دخل، مو صاحب قرار ولا صاحب سلطة تنفيذية، هو ناقل خبر حكومي ممكن يجي سكريبت جاهز أحيانا. يعني شلون شفت الصاحب المتنبي يمثلكم؟ أنا بس عندي مداخلة صغيرة على الأستاذ علي، أنه أنا أتفق وياك على التنظيم مهم، لكن إحنا نعرف الفترة اللي صارت من 1/10 إلى 25/10 وبعدها أنت نايم يعني بيتك وخايف، يعني الفترة اللي صارت انه ما نعرف جهات مين تقتل بالشباب وتقتل بالناشطين وتخطب في باي متظاهر، وكنا نضرب هذا الواقع. الشيء الثاني بخصوص انسحب، يعني انت تركت المظاهرات او انتم تركتوا المظاهرات واتجهتوا للتحشيد خوفا من اللي يصير لو لانه صارت اكو اشياء داخل الساحه ما تعجبكم؟ صارت اشياء انه مو هاي اللي احنا طالعين عليها، احنا هدفنا نبني البلد، احنا هدفنا انه ناخذ حقوق كل انسان له حق انه يريد خدمات، يريد تمثيل، يريد انه يعيش بامان، يريد مثلا مكان ترفيهي، يريد شارع نظيف، يريد يعني مؤسسه. لا ماكو خوف، لكن هواي ناس انا اعرفهم
وتحياتنا لهم جوي هنا وحتى تم اعتقالهم بصراحه يعني، ومنهم عادل جواد الشاعر يعني قال لي صديقنا عادل. صديقنا قال اللي صار بالساحه صار ما يليق بالثوره صح. دخلت يعني جهات انه هدفها انه تشوه سمعه الثوره. اذا نحتاج تنظيم مداخله هنا طبعا التنظيم مهم جدا. التنظيم المرجعيه حقيقه كانت رشيده ومشخصه للحاله وكانت عندها ضربه استباقيه. احنا بالبحث الاستراتيجي دائما نؤكد على الضربه الوقائيه والضربه الاستباقيه. المرجع كان يدرك انه سوف يحصل اختراق سواء من الداخل او من الخارج، فبالتالي اكد على المتظاهر السلمي نظموا امركم، نظموا صفوفكم وازيحوا شواذ المتظاهرين. هاي النقطه مهمه جدا. الحقيقه المزعج انه عبد الكريم عندما كان متحدث اشار الى نقاط مهمه الآن بدأ المتظاهر يعترف فيها، وهذا ما حمل الحقيقة عليه المسؤولية. وللأسف استطاع الإعلام الأصفر أن يحول هذه الشخصية وهو المتحدث باسم القائد العام إلى شخصية معادية للتظاهر. وأنا أعتقد حقيقة الرجل كان بعيد كل البعد عن هذا الوصف. كان ساند وداعم للتظاهر بشرط أن يكون المتظاهر سلمي ويحترم حق التظاهر. هذا اللي أكد عليه. لذلك احنا من قلنا أكو اختراق، أكو سلاح، أكو مخدرات، أكو عادات وممارسات خاطئة لا تليق حقيقة بالنظام والطيف العراقي. فللأسف لم تقبل من قبل المسؤول العراقي، لكن بدأ المتظاهر بنفسه يعترف على أن هناك اختراق. لذلك نؤكد على موضوع التنظيم والإدارة. زين رأيك باللي صار طبعاً أقل من دقيقة. طبعاً بخصوص هذا الموضوع أنا حسب رأيي يعني القاصر أنه هذا الشيء، وخلنا نتفق على قضية أنه هذا الشيء غير حضاري، بس بنفس الوقت هو كان عاطفي. يعني أنه جمهور الناس مشوية، الناس أنه تصريحاته كانت تأذي الجمهور، تأذي الشارع المنتفض، أنه ماكو قتلة وماكو شهداء. فبالتالي هو كان الموضوع عبارة عن موضوع عاطفي ومتفقين عليه أنه غير حضاري، ومن حق أي شخص أنه بالحكومة وغير حكومة يتجول بالشارع. عذرا أنك ساعة قاطعك وقاطع أستاذ مصطفى، الرجل لم ينكر القتل. يعني راجعوا كل فيديوهات عبد الكريم، أنا راح أتحول مدافع لكن باب التوضيح لأنه حتى ما يضرب حتى إن الموضوع أحمد بن طلال إذا راح المتنبي بعد خروجه من الحكومة راح يتعامل نفس المعاملة يعني برأيك أنت؟ والله لا ما يتعامل بنفس المعاملة، بس هو يعني أحمد يعني هي مع الأسف تصريحات قوية يعني مع الأسف متناقضة. أكو فرق أستاذ علي، أكو مقولة تقول عض قلبي ولا تعض رغيف. مع الأسف يعني حتى الأساتذة مثل أحمد الملا طلال وغيره يوصل للحكومة يصير عبارة مثل ما صار عبد الكريم خرف، هو نفس الشيء يعني نفس اللي جرى. عشان أفضل مناقشته يعني برأيك كان أحلى إنه نناقش صور المناقشة. شلون شاب ناقش بايدن قبل فترة وأنت قتل الشباب نشتري المناقشة يعني صار. هي الثورة كانت هدفها إصلاح. أنا شاكر تواجدكم ويانا أستاذ علي فضل الله، شكرا جزيلا علي زيد، شكرا جزيلا ونورتوني اليوم، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين يعني بصورة عامة احنا داعمين الشباب العراقي الحضاري واللي كنا ندعمهم طول الفترة السابقة، ولكن الأشياء اللي هي ما تليق بنا كعراقيين أولا ولا تليق بشبابنا أكيد هذه الحالة نتكلم عنها، وإن شاء الله إن لقاءات أخرى مع أستاذ علي فضل أتكلم أكثر حول هذا الموضوع. شرف وصلت وياكم نهاية حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمة. في أمان الله.